ولمناقشة دلالات زيارة عبد المهدي لإيران معنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ما الدلالة الزمانية لزيارة عبد المهدي لإيران مع اشتداد التنافس الأمريكي الإيراني داخل العراق؟ نعم، شكرا لكم. حقيقة الزيارة هي بدعوة من الرئيس الإيراني لإتمام ما تم الاتفاق عليه قبل شهر تقريبا عند زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات، واليوم تم إكمال هذا الأمر، وتم الاتفاق على فتح 3 مدن يعني حرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات. هذه يعني الزيارة تأتي أولا بعد يعني توقيت يعني زيارة الوفد السعودي إلى العراق قبل يومين، الوفد الكبير القادم من المملكة العربية السعودية، وهنالك مليار دولار أمريكي قرض سعودي العراق، بالإضافة إلى 500 مليون أخرى لمشاريع سيتم الاتفاق عليها. أعتقد أن هذا الأمر له علاقة بما يقال أنه ربما حكومة بغداد تسعى لترطيب الأجواء بين السعودية وإيران، وهذا الأمر متوقع جدا، ذلك لأن إيران تحاول أن يعني تتخلص من ضغوطات العقوبات الأمريكية عليها، وأعتقد هنا هذه العقوبات بدأت تؤتي ثمارها على إيران، وبالتالي ربما هي تذهب من أجل يعني ترطيب الأجواء مع واشنطن ومع الدول الحليفة لها ومنها المملكة العربية السعودية في المنطقة. زيارة عبد المهدي جاءت بعد وقت قليل نسبيا من زيارة روحاني للعراق، يعني هل هنالك أي رسائل يراد إيصالها من هذه الزيارات؟ طبعا اليوم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال كلام يعني فيه كأنه تحدي للولايات المتحدة، وهذا أمر طبعا غريب جدا. هو قال نحن لسنا أو لا نقف مع أي هجوم ضد إيران من أي دولة كانت، وقال سنقف مع لأن إيران قاتلت معنا الإرهاب. وعليه أعتقد أن القضية تتعلق ب يعني الضغط الإيراني على الولايات المتحدة عبر القول أننا لدينا يعني علاقات كبيرة ومهمة مع الحكومة في بغداد، وهذه الحكومة لديها يعني قوة رسمية وغير رسمية يمكن أن تؤثر على القوة الأمريكية الموجودة في العراق. هنالك كلام غير رسمي قيل، وأنا أعتقد أنه ضعيف، أن يعني المرشد الإيراني الأعلى طلب من رئيس الوزراء العراقي بعدم يعني السعي إلى التقارب مع السعودية، وأعتقد أن المواقع أو الوكالات التي ذكرت هذا الأمر ربما هي غير دقيقة في نقلها. أعتقد أن إيران جادة في ترطيب الأجواء مع أمريكا ومع الدول القريبة منها ومنها المملكة العربية. وقع عبد المهدي مع روحاني بعض الاتفاقيات أساس يقولون أنها لم تكن ذا عائد إيجابي للعراق، بل أنها ذا عائد سلبي، خصوصا إلغاء التأشيرات التي قالت اللجنة المالية النيابية أن هذه الخطوة ستكلف العراق 50 مليون دولار بشكل سنوي. كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات؟ هي تكلف العراق 250 مليون وليس 50 ألف دولار، وبالتالي أعتقد 250 مليون. نعم، وبالتالي أعتقد أن الأمر يعني في 5 أضعاف الرقم الذي ذكرته اللجنة النيابية. إيران هي المستفيد الأكبر. الغريب أن من ضمن ما تم التدارس عليه اليوم بين الطرفين العمل على مكافحة الإرهاب، وكأن العراق هو من الأطراف يعني المصدرة للمخدرات عفوا وليس إرهاب، وكان العراق من الأطراف المصدرة للمخدرات، ومعلوم أن المخدرات تأتي من إيران وتورد من إيران إلى غالبية دول المنطقة، حتى التي تأتي من بقية
من أفغانستان وغيرها تأتي عبر إيران، وعليه القضية هي إيران مستفيدة من كل الاتفاقيات. معلوم أن التبادل التجاري ربما سيرتفع إلى 20 مليار دولار مع وجود ما قيل أنه عقوبات أمريكية، وعليه أظن أن إيران هي المستفيدة الأبرز من هذه القضية. وينبغي هنا التذكير بجانب مهم، أن رئيس الوزراء يفترض عليه أن يؤجل زيارته لإيران، ذلك لأن العديد من المدن العراقية يعني مهددة بفيضانات، وبالذات في جنوب وشرق العراق. وعليه لا أدري ما الدافع الكبير الذي دفع رئيس الحكومة للذهاب إلى إيران، وكان يفترض به أن يؤجل هذه الزيارة إلى 4 أيام على الأقل لحين انجلاء المخاطر التي تهدد العديد من المدن العراقية حاليا. من بين القضايا التي اتفقت عليها الحكومتين هي ما أكدته وسائل إعلام روسية، أن حكومة عبد المهدي ستزود إيران بأسماء مطلوبين لها بناء على الاتفاق بينهما. هل نحن أمام حملة جديدة ستستهدف معارضي النفوذ الإيراني داخل العراق؟ إيران نجحت في إغلاق معسكر أشرف في ديالة، في منطقة العظيم في ديالة. إيران نجحت في يعني تكميم أفواه يعني جميع الذين يتحدثون عنها في الإعلام من داخل العراق يعني في الغالب، وبالتالي هذا الأمر متوقع جدا ولا يعني شيئا. يعني حكومة بغداد لديها القدرة اليوم على يعني إلقاء القبض على من تشاء داخل العراق، وبالتالي إذا كانت هنالك أسماء محددة مطلوبة لإيران ربما هذا الأمر يتم بكل سهولة. لكن السؤال، من هم هؤلاء؟ هل تتوقع أن هنالك شخصيات إيرانية موجودة في العراق؟ أنا متخوف جدا أن الأمر ربما يكون فيه طعنة لبعض الأطراف العراقية غير راضية على التواجد الإيراني في العراق، وعليه هذا ربما فيه نوع من رسائل التهديد الإيرانية للقوى الرافضة للوجود الإيراني في العراق، وربما هي رسائل تهديد مباشرة لهذه الأطراف. وعليه يفترض بحكومة بغداد إن كانت يعني تحترم يعني الشعب العراقي، وإن كانت هي تمثل العراقيين، عليها أن لا توافق على مثل هذه الاتفاقيات، لأننا لا يمكن يعني نتوقع وجود إيرانيين في العراق هم من المعارضين للنظام القائم في طهران. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.